السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنعمل اول تقييم للكتاب معانا. هو كتاب اوتوميز بروجرامينج ستافز بايثون. هو ده الكتاب اللي انا قريته عشان يعلمني ازاي ابرمج باستخدام لغه بايثون. الصراحه كتاب جميل جدا، وهو كتاب مجاني اساسا، يعني انت ممكن تقراه من غير ما تدفع اي فلوس فيه. هو كتاب على النت، ممكن ان شاء الله نشوفه دلوقتي. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشيره مع اصحابك ان شاء الله. يلا بينا. تمام يا شباب، هو ده الموقع الرئيسي للكتاب، واسيب الموقع تحت في الديسكريبشن. هو كتاب زي ما قلت لكم ان هو ممكن تقراه مجاني، اي فلوس انت مضطر انت تدفعها. هو الكتاب يعني بياخدك ان انت مش عارف اي حاجه خالص، تبرمج خالص، وبياخدك من الصفر وبيعلمك كل حاجه. بايثون ايه حكايه بايثون، ازاي اتنشأت، ازاي تظبط بالبرامج اللي انت محتاجها، وكل حاجه من الصفر. هو كتاب جميل جدا، وصراحه الكاتب دمه خفيف جدا، يعني اللغه بتاعته بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. اول حاجه بيبدا معاك بالانترودكشن، يعني اول حاجه ازاي تبدا تبرمج، والكتاب ده مخصص لمين. ده يحكي لك بقى قصه بايثون، وبعد كده بقى بياخدك واحده واحده يعلمك اساسيات لغه بايثون، وبعد كده يعلمك اللوجيك وكده يعني، والفانكشن والليست وكل حاجه في اللغه. وبعد ما بتخلص مثلا ولا حاجه، يعني اخرك مثلا عند شابتر 7 كده، شابتر 7 بيكون انت كده اتعلمت يعني معظم الحاجات او الاساسيات اللي انت هتحتاجها. بعد كده بقى بتبدا من شابتر 8 كده، بيبدا بقى يعلمك ازاي تعرف تعمل فايلز وتعرف تتلعب بالفايلز وكده يعني. وبعد كده تبدا بقى يعلمك، ياخدك واحده واحده لحد ما يوصل مثلا الويب سكريبنج ديت، اللي هي احنا بنستخدمها في البيوتيفول سوب، زي ما شفنا في البرنامج اللي احنا عملناه اللي هو جوجل بودكاست داونلودر، ده كان ويب سكريبنج. وبعد كده يعلمك ازاي ممكن تعمل مثلا تشتغل مع الاكسل، يعني مثلا لو عندك ملف اكسل او مثلا بيانات انت عايز تنزلها من على النت، بس البيانات كتيرة جدا يعني، وانت عايز تحملها بدل ما تاخدها مثلا كوبي وبعد كده تحطها في ملف اكسل وبعد كده ترجع تاني وترجع تفتح الملف تاني وتفضل تعمل هكذا كده كتير. فهو بيعلمك ازاي مثلا ممكن تاخد الملفات شبه دي كده ولا حاجة، وتخلي الكمبيوتر هو اللي يملى لك البيانات او السيلز اللي موجودة في الملف الاكسل دي بنفسه. فهو صراحة الكتاب عملي جدا، يعني هو اول حاجة بيبدأ معاك في الشابتر، بيبدأ يديك مثلا تمهيد عن اللي هو يشرحه في الشابتر، وبعد كده يبدأ يخش معاك واحدة واحدة ويفهمك الاساسيات والكلام ده، وبعد كده في اخر الشابتر يديك نموذج عملي، يعني برنامج عملي هو فعلا بيعمله عشان يحل مشكلة معينة. فيبدأ يشغل معاك واحدة واحدة، ويعني صراحة الكتاب جميل جدا، ويعني في تمارين بعد كل شابتر. وهو صراحه الكتاب انصح بيه جدا، يعني كتاب جميل جدا صراحه، وكان من اول الكتب اللي انا قراتهم في بايثون، فهو صراحه كتاب رائع. هو الكتاب بقى برضك فيه ايه، في حاجات ان هو مثلا مش متطرق لبعض المواضيع اللي هو مثلا شبه اوبجكت اورينتد بروجرامينج اللي هو برمجه ذاتيه التوجه. يعني هو ممكن انت بقى مثلا ايه تقرا كتاب تاني، الكتاب اللي هو انا هوري لك الكتاب دلوقتي، هو الكتاب ده برضك رائع، يعني مثلا انت ما فهمتش حاجه وعايز تتعمق في حاجه ممكن تروح للكتاب ده. فيلا بينا نشوف الكتاب التاني. الكتاب التاني اللي هو بايثون كراش كورس اللي هو سكند اديشن، هو من نفس دور النشر برضك نو ستارش بريس. كتاب جميل برضك يعني، ومتعمق بقى اكتر عن الكتاب الاولاني، بس الكتاب الاولاني بحس ان هو براكتيكال او عملي اكتر. الكتاب برضك يعني يعتبر في نفس الاساسيات، يعني لو مثلا انت هتفهم يعني الكتاب اللي انصحك بيه وتبدا بيه اللي هو اوتوميز بروجرامينج ستاف وذ بايثون. انما الكتاب مثلا لو انت حابب تتعمق اكتر بعد ما تخلص الكتاب ده، خش على الكتاب ده. هو الكتاب ده صراحه جميل جدا، وانت بيعلمك برضك كل حاجه، الفانكشن والكلاسز وكل حاجه، بس الكلاسز والكلام ده مش موجود هناك في اوتوميز بروجرامينج ستاف وكده بس. وبعد كده بقى بيبدا يدخلك في بروجكت انت تعملها ذات نفسك، يعني مثلا Alien Invasion ديت لعبه، هتعمل لعبه مثلا اللي هي لعبه سفن الفضاء والكلام ده، اللعبه القديمه. وبعد كده يدخلك على داتا فيجواليزيشن، ان انت تعمل مثلا ايه، تجسد الداتا اللي عندك يعني، وتعرف تعمل لها تصور وفي رسم بياني في تشار في اي حاجه، وازاي تتعامل مع الاي بي اي يعني فيسبوك اي بي اي وتويتر والكلام ده. وبعد كده يعلمك ازاي ويب ابلكيشن، يعني ازاي تعمل بقى مثلا مواقع والكلام ده باستخدام جينجو، ويعني حاجات كتيره صراحه. وفي يعني في بروجكت كتيره وكده يعني، بس كمان انا يعني انت شوف انت ميولك ناحيه ايه وعايز تتخصص في ايه، فاقرا الكتاب على حسب كده يعني، خد اللي انت عايزه من الكتاب، مش لازم تقرا الكتاب كله. تمام، فهو صراحه كتاب جميل جدا، ويعني انا قريت عنه ريفيوهات كتيره، فصراحه كان كتاب جميل. انا قريت برضك اجزاء منه يعني، عشان ما يعني في اجزاء ما كنتش عايز اتعمق فيها، بس هو يعني صراحه كتاب جميل جدا. فهو ده الكتاب اللي انا كنت عايز ارجعه النهارده، هو كتاب جميل جدا، وانا زي ما بقول انصحك بيه جدا ان انت تقراه، كتاب جميل رائع. لو انت مثلا لسه مبتدئ في البرمجه مش عارف اي حاجه، هو ياخدك من الصفر، يعني هتوصل مستوى محترم جدا في البرمجه. انا بقول لك انا قريت الكتاب، واللي انا بعمله دلوقتي على اليوتيوب والبرامج اللي انا بعملها هو من قرايه الكتاب ده. فهو صراحه كتاب جميل جدا. بس فدي كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون فدت لو حتى واحد الفيديو ده، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشير مع اصحابك. يلا، السلام عليكم.